أنا بنت من الأراضي المقدسة، عمري 21 سنة، وأنا من عيلة فيها 4 أشخاص، أبوي وأمي وأنا وأخوي، وإحنا كتير كنا نحب بعض. بس في يوم من الأيام لما كان عمري 15 سنة صار حادث مع أبوي وأمي، وأبوي وأمي ماتوا في هذا الحادث، وما كنت قادر أعيش الحياة، كنت أكره إشي اسمه حياة، إنه الله ما بحبنا، وما بطلت أحب الله، بطلت أحب أسمع كلمة الله أو اسم الله. وفي هذاك الوقت اضطر أخوي إنه يشتغل عشان يعلني أنا وياه، وبعدين أنا كان لازم أدور على شغل، فرحت أدور على شغل فلقيت محل ببيع أواعي. كان في بنت كتير كانت تحبني، كانت دايما تقول لي إنه الله صالح، بس بالنسبة لإلي الله ما كانش صالح، لأنه الله أخذ لي أبوي وأمي، الناس اللي أنا بحبهم كتير. بس هاي البنت كان فيها إشي غريب، دايما مبسوطة ودايما فرحانة، ودايما معها كتاب اسمه الكتاب المقدس. وفي يوم من الأيام كانت هي كتير مستعجلة ونسيت الكتاب بالمحل، فأنا قررت أخذ هذا الكتاب وأشوف شو فيه، ليش هي هالقد متمسكة فيه، ليه؟ في قلبي بدي أعرف شو هذا الكتاب اللي هالقد هي هاي البنت متمسكة فيه. وروحت وفتحت الكتاب، أجت عيني على كلمات بتقول لا أترككم يتامى، وحسيت إنه هذا الكلام لإلي أنا يتيمة. أجت تاني يوم الصبح قلت بديش أخذ هالكتاب، دخليه عندي عشان أكمل أقرأ اليوم فيه. لما رحت على الشغل قلت للبنات، قلت لها اسمعي أنا نسيت الكتاب اليوم وإن شاء الله بكرة بجيب لك إياه. حسيت إنه الله بحبني، أنا دايماً كنت أكره وأحقد على الناس، لكن حسيت الحياة فيها لازم يكون في حق وفي حب، مصدر هذا الحب هو الله. فرحت على الشغل وأول ما شفتها قلت لها اسمعي بدي أصرحك بإشي، أنا قرأت هذا الكتاب المقدس وحبيته كتير، وفي أشياء كتير بتجذبني لإله، بس في أشياء أنا مش قادرة أفهمها، تقدري تقعدي معي وتفهميني. فحكت لي اليوم بعد الشغل منروح منقعد مع بعض ونحكي في موضوع الكتاب المقدس. أخذتني عندها البيت واستقبلوني أبوها وأمها وأخوانها صغار 2، كانوا عيلة فعلاً رائعة. دخلت عندها الأوضة وبلشت تحكي لي عن الكتاب المسيح، وقرأنا كتير وهيك. قلها أنا بدي أتبع هذا الشخص. قالت لي إذا بتحبي تصلي معي، قلت لها أنا بدي أصلي، بدي أتبع المسيح. قابلت المسيح تغيرت حياتي كلياً، صار في عندي فرح، صار في عندي أمل، صار عندي سلام، وحتى أخوي صار يحس ويلاحظ إنه حياتي تغيرت كتير. وفي يوم من الأيام أنا لقيت أخوي فاتح الكتاب المقدس وعم بقرأ فيه، وصار يحكي لي هذا كتابك عم تقرأ فيه؟ فأنا خفت بس قلت له آه هذا كتابي، وفجأة لقيته على بطني وصار يبكي وقال لي أنا المسيح مبارح ظهر لي وهو قال لي على مكان الكتاب. من هداك الوقت أنا وأخوي عم نمشي في طريق المسيح، وشايفين فيه كفايتنا، شايفين فيه الأب والأم اللي انحرمنا منهم إحنا وصغار. وأنا بدي أقول لك اليوم، لو أنت في حياتك فراغ، أو أنت فقدت صديق، أو أنت فقدت أب وأم، أو فقدت أي شيء، المسيح موجود عشانك، المسيح موجود حتى يكون أب ومخلص. فأنا برسالة اليوم بدي أقول لك اطلب المسيح وراح تحس بسلام وفرح وحياتك تتغير. صلي معي صلاة، قول أيها الرب يسوع تعال على قلبي وغيرني، تعال امحي ذنوبي وخطاياي، تعال أكون إلي أب وصديق. أنا بشكرك لأنك متت عشاني على الصليب، وبشكرك لأنك قمت وأعطيتني حياة جديدة. تعال كون السيد على حياتي، باسم يسوع المسيح، أمين.